في حالة دكتور إبراهيم، هل نحن إزاء حالة إرهاب كما وصفها حسن نصر الله، وأيضا استدعى الدكتور مهند نفس العبارة، ومن ثم بدون يعني برد بسيط ربما من حزب الله في نهاية الأمر، نحن لا نتحدث عن توازي أو تناسب في طبيعة الرد، إسرائيل الآن ونحن كنا ننقل الصورة تهاجم جنوب لبنان، كيف يوصف هذا الفعل؟ شكرا لك. يعني بالإمكان الإجابة على هذا السؤال أن تتخيل المشهد بالصورة المعاكسة، لو أن حزب الله قام بتفجير مثل هذه البيجرز اللي هي بين أيادي ناس بمجموعة كبيرة، بغض النظر عن المكان الموجودين فيه سواء في سوق الخضار أو في البيوت أو آخره، كيف كان يعني كل مصطلحات الإرهاب العالمي كانت ستنطلق من واشنطن وبرلين وباريس ولندن وإلى آخره. ولكن الغريب في الأمر أنه لم يكن حتى الآن كلمة واحدة من كمالا هاريس المرشحة الرئاسية الجديدة حول هذا الموضوع، رغم أنه شاهدت على يعني شاشات التلفاز كيف أنها كانت تنفجر في الأسواق العامة. يعني يبدو أننا في الوقت الحالي دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، وأن المرحلة هي انتقلت على شكل جديد لأسرع، بخلاف ما كنا نتخيل اللي هو بأن يكون هناك دخول بري والدخول إلى الليطاني وإنشاء منطقة عازلة. يعني هذا لم يحدث حتى الآن، ولا أعتقد أنه ربما يحدث في المستقبل القريب. فملامح هذه المرحلة الجديدة من الحرب تقوم على ضرب أهداف محددة ومركزة في بالنسبة لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان. وطبعا من المتوقع كما كان يعني أكد حسن نصر الله في خطابه اليوم أنه بالتأكيد سيكون هناك رد، وأن الحزب هو ملتزم في وحدة الساحات أو مساندة الساحات، سميها ما شئت. وهذا يتطلب أن يكون هناك رد. ربما حزب الله يفاجئنا هو الآخر أيضا بنوع جديد وشكل جديد من أشكال الرد، على اعتبار أن الرد الماضي هو لم يكن فعالا ولم يكن بالمستوى المطلوب. بكل الأحوال أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة، ويمكن أن تكون هذه ممهدة لحرب أوسع ما بين حزب الله وإسرائيل. حرب طلبها نتنياهو على أي حال. في تقديرك في هذا المستوى من النزاع، هل بالفعل يعني وصلنا إلى ربما ما سماه نصر الله تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبالتالي حتى عندما قال أنه دخول إسرائيل إلى الجنوب سيكون أفضل ما يمكن أن يتم من سيناريو على المستوى العسكري، هل بالفعل نحن على أعتاب تلك اللحظة؟ أستبعد ذلك. يعني إسرائيل ستتكبد خسائر لا تستطيع تحملها أقل ما يمكن قوله إذا دخلت إلى الجنوب اللبناني. يعني نحن نلاحظ في قطاع غزة حوالي العام من الحرب ولم تستطع حتى أن تجد المختطفين الإسرائيليين هناك. سيكون هناك خسائر كبيرة لن تستطيع إسرائيل، وستتحول يعني سينقلب السحر على الساحر، لأن شعار أو هدف هذه العملية الذي أطلقه نتنياهو ويقوم على إعادة سكان الشمال. بالعكس تماما، هذا أنا لا أرى أكثر من شعار سياسي، لا يوجد هناك أي من المؤشرات الحقيقية والواقعية التي تشير أنه سواء كان بالعمليات المركزة التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الحالي، أو حتى إذا كان هناك غزي وبري، أنه سيكون هناك إعادة لسكان الشمال. لن يكون هناك عودة لسكان الشمال لا بالمرحلة هاي ولا بالمرحلة اللاحقة، لاختلاف طبيعة المعركة وطبيعة الصراع. المرة الماضية حزب الله قام بقصف إسرائيل من البقاع اللبناني، فيعني عن أي منطقة عازلة نتحدث، وعن أي عودة للنازحين نتحدث؟ فهذا هو ليس مجرد أكثر من شعار من أجل إعطاء منح الشرعية للعملية التي العسكرية التي تقوم بها، وأيضا من أجل تسويقه إلى العالم الخارجي. يعني هو تسويق داخلي وخارجي، على اعتبار أن هناك هدف برأيي مشروع من أجل هذه العملية. ولكن أعتقد أننا دخلنا في مرحلة ربما يعني يكون في هناك دخول أطراف أخرى فيها.